بنتيجة لا تعكس أبداً مجريات اللقاء الفتح. بالثلاثة يفوز على الرائد، يحقق الفوز الثاني على التوالي، ويحتفظ بنظافة شباكه للمباراة الرابعة الموسم ده. الفتح عموماً يعني دخلت شباكه 4 أهداف، 3 منهم كانت في مباراة واحدة أمام الهلال، ظرف خاص وقدام الهلال يعني. لكن في الطبيعي ففريق فتح الجبال فريق دفاعي منظم صعب تسجل فيه، خصوصاً إن حارس مرمى ماكسيم كوفال. لما نيجي نروح المباراة هنجد إن المباراة شهدت لقطتين بالنسبة لي هم أغرب لقطتين في الموسم. والبداية مع اللقطة دي، وعايزك قبل ما تتفرج تسأل نفسك الجول ده اتلغى ليه؟ الكرة لما بتتلعب الأول مش أوفسايد، والتاني لأن الكرة سابقاه ما كانش أوفسايد، مش باينة، نوريها لك تاني. هل هنا في أوفسايد؟ لا. طب الكرة أسبق ولا المهاجم؟ الكرة أسبق. طب المهاجم هو بيحطها أوفسايد؟ برضو لا. طب اتلغت ليه؟ معرفش. لو أنت عندك إجابة انزل حطها في الكومنتات. الجول الأول للرائد، وكأن الرائد تم إنقاذه من هدف كان صحيح، فما خدش وقت طويل قبل ما دفاعه يرتكب الحادثة عشان يتقدم الفتح. زي ما قلت لك المباراة أو نتيجة المباراة لا تعكس أبداً مجرياتها. هنا مثلاً حمودان معرفش ما حطهاش ليه، ولما تشوف على مدار اللقاء تجد إن الرائد جاله فرص كتير جداً جداً جداً، لكن اللي يضيع إيه؟ يستقبل. اللي ضيع لازم يستقبل فرص بالجملة. شوط أول أو شوط تاني الرائد كان يقدر يعدل، كان يقدر يخش الجيم، كان يقدر حتى يكسب، لكنه ضيع. ولما ضيع خرج بالنتيجة دي. أنت متخيل اللي بيضيع ممكن يحصل فيه إيه؟ ممكن يحصل فيه كتير. اللقطة الأولى كانت لقطة غريبة صح؟ بس اللقطة دي أغرب. كوفال في لقطة عبقرية، ثم إيه ده بقى؟ محمد عطوة بيضيع كورة في الست ياردة، اللاعب المصري اللي بيعيد للمصريين مشهد محمد عمارة أمام الجزائر في تصفيات كأس العالم، بس ده مش موضوعنا. في النهاية وزي ما قلت لك الرائد ما كانش بعيد عن التعادل، بل ما كانش بعيد عن الفوز، لكن انتهت به المباراة بالنتيجة دي. كالعادة دانيال أمورا كان أكتر لاعب الفريقين في التمريرات الصحيحة ب 48 من أصل 60 تمريرة. المباراة بتحمل في عنوانها الحكمة الشهيرة، اللي يضيع يستقبل، وأحياناً يستقبل كتير كتير خالص، كتير قوي.